54. يلا كم انت هلا وزنك؟ هلا يعني 72. وكم طولك؟ متر 65. ما شاء الله ما شاء الله. 3 2 يعني تقريبا اوصل 65. منيح كثير منيح اكثر من يلا شعري زابط حاسه على فكره بنت خالتك بوزه زابطه زابطه يعني انا لليوم ما بعرف اعمل حاولت ما بطلع علي حلو يلا 3 2 رجعنا لكم سوري يلا 3 2 1. مساء الخير عليكم مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم دردشات بلوجرز. اليوم ضيفتي بالاستوديو يعني الجميله الرقيقه حبيبتي القلب الطيب روسن. حبيبه قلبي روسن. مين روسن بدقيقتين ولا شيء؟ يعني اسمعوا روسن صارت روسن. روس ايوه انت هيك. كم كنتي تلبسي وكم هلا؟ شو كم؟ اقطع 3 اكس لارج بقى 3. بس روسن احنا كنا عارفين انه دائما ما بدي احكي عن الناصحين المليانين دمهم خفيف. لما خف وزنك لا ما تقل والله لساتي خفيف الدم لانه كلنا عارفين يعني كان معروف صراحه بالتلفزيون بكل شهر كل شهر رمضان لما نشوف روسن خفة الدم هي هاي نفس خفة الدم موجوده. لا هي انا بحس يعني خفة الدم هي بالروح والله. طبعا يعني عم بتابع اعمال الجيل الصاعد جيلكم انتم كتكيت كونه احنا صرنا خناشير اوكي. ففي بعض الاعمال جميله يعني صراحه انا من الناس اللي بحب يزن نباني مثلا. نباني شو على الصعيد فعلا. الشخصي وعلى الإشي اللي بيقدمه صراحه معجبه جدا فيه. هي الالت ماشي هلا لسان مالك مظلومه يلا. على فكره بنت خالتك صاحبتي جد خلص بعدين بعد تحت بعديها لانه انا اصلا هي حكت لي وقتها خلص هلا نانسي حبيبتي بتجنن يعني ان شاء الله هلا ايش في والف الف مبروك يلا يلا حبيبتي يلا حبيبي يا الله حسيتها اسمي والله لا احكي عنها بعد لا احكي يلا وانت طبعا يا جماعه روسا من اول ما جيت على الاستوديو وهي بتعاملني يلا يا ماما يلا يا دادي ايش في؟ مالك قديش اكبر منك انا بعشر سنين؟ طب لا على فكره اكثر شوي اكثر شوي شكرا 12 سنة يعني مش شيء ولا شيء انت بس تقدري تقولي لي يا خالته خالته لا ما اوعك صدقتي شيء لا بالعكس في متابعة وصلتني اسألك كيف نحفتي وخدودك ما نحفوا؟ قل اعوذ برب الفلق شر ما خلق. طيب جد 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 ما هو جد احنا وراثي عندنا الخدود يعني ماما وبابا كلنا وجهنا مدور بسم الله ما شاء الله فما لوش دخل بالنصاحة والنحافة عرفت كيف؟ في سؤال تحب اسالك اياه ولا؟ لا روحي طالعه اللي بدك اياه. طالعه حلو الجو كمل طيب. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل مع كنا نحكي عن خدود روسن ونحكي عن بعدين عصفوريه طبعا. هلا اي مكان بتروحي روسن صرت تنسالي عن هذا الموضوع؟ طبعا ما في يعني كيف عبدي وفي ناس بلشت تطلع عليكي والله عملت عمليات تجميل شفط وعملت سوت وانا يعني ببلشوا يطلعوا هذا الكلام اكيد يعني طبعا يعني هاي المقولات لابد منها. بالعكس مثلا انا ضفت لنفسي شريحه جديده اللي هي من 18 ل 24 هاي يعني هاي الفئه ما كانت موجوده اللي هي كرموشه انت يا حبيبتي اوكي فانضافت هاي الشريحه لمتابعيني وكثير سعيده فيها. بس لا كثير حلو. هلا اصلا بحس انه الجمهور هلا هو هذا العمر صحيح. مني انا ومن روس الحلاق اكبر تحيه لكم يعطيكم العافيه. Thank you.